إنني اليوم وبكل مسؤول وكل مسؤولية أقول لمن يهمه الأمر أن الأمين العام لحزب الاستقلال تهمه مشاركة الحزب في الحكومة وليس مشاركته الشخصية فيها، علما أنني لم أسأل أصلا عن مشاركتي من عدمها في الحكومة المقبلة. وحتى عندما دخلنا الحكومة السابقة والحكومات السابقة كذلك لم أقدم طلبا للدخول فيها. لهذا أعلن اليوم بصفة رسمية أنني كشخص لن أدخل الحكومة المقبلة، وأن من يتحججون بشخصي وباسمي أعرف لماذا. هذه قناعة، وكذلك قطع الطريق على كل متربصين بحزب الاستقلال. تابعت المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المكلف، وهي كما تعلمون تضم الأخوين الأخ الأستاذ المجاهد سيدي محمد السوسي والأخ المجاهد حمدي والدرشيد التمس من الإخوة، وأطلب أنني سأضيف للإخوة الأخ بوعمر صغوان. الأمين العام لن يتفاوض للدخول عليكم، الإخوة الثلاثة هم الذين سيتفاوضون بتنسيق مع مؤسسات الحزب. المهم هو الحزب 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 الحزب. لا لا إخوان، نرد عليكم، هذا تنسيق تام مع إخواننا الذين قررتم أنتم التنسيق معهم والمشاركة معهم في الحكومة. سهلوا المأمورية. إنني اليوم لا أقدم تنازلات لأي أحد، لكنني أشعر بتقليل المسؤولية وأعي جيدا مهامي كقائد للحزب، وأعي جيدا المرحلة التي نجتازها.